انا رجعت، ولكن هذه المره رجعت لكم بقصه كاملكم طلبتوها، اكثر قصه صوتوا عليها، واحده من الاسماء التي وردت في الكتاب المقدس والقران الكريم وارتبطت بالحكايات وحتى القصص الاسطوريه، قصه يأجوج ومأجوج. فشكون هما؟ واش هما من البشر او مخلوقات غريبه؟ منين جات التسميه ديالهم؟ واش بصح هذه القصه او لا فقط اسطوره؟ وعلاش معظمكم تيقول لي بلي انه كتخلعوا هذه القصه؟ حلقه اليوم غادي نكتشفوا عليها بزاف ديال الحوايج. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. اولا قبل ما نبدا الفيديو ديالي، شكرا لكم شكرا لكم، واخا نعيا ما نشكر فيكم، ما كرهتش كل وحده فيكم، نشدها ونعنقها ونبوسها ونقولها شكرا على الكلمات الطيبه في حقي. صراحة ما كنتش متوقعة كمية الحب والتعاليق الإيجابية والجميلة والرائعة بحال وجوهكم اللي خليتوا لي، والله شاهد على ما أقول أنه دمعت عيناي من ديكشي اللي قريت. شكرا لكم والله يجعلني أحسن مما تظنون. المهم بلا ما نطول عليكم وخلينا ندخلوا في قصة اليوم، ولكن قبل ما ندخلوا في قصة يأجوج ومأجوج خلوني نقربكم من ذو القرنين، حيتاش عنده دور كبير في هذه القصة، وحتى باش يكون عندكم واحد القصة واضحة وتقدروا تربطوها مع الأحداث نتاع حلقتنا اليوم. لنبدأ. ذو القرنين هو من أعظم ملوك الأرض، واللي كان في زمن نبي الله موسى عليه السلام، هو الملك الصالح وليس بنبي، اللي كان تدور الأرض بشمالها وجنوبها وشرقها وحتى غربها. أعطاه مولانا قدرات كبيرة وعجيبة، فتخيلوا أنه كان تيطوف الأرض كلها وكيدعو الناس ويلزمهم لعبادة الله سبحانه. ملك اللي عنده جيش وقوة وقدرات كبيرة، وسخر ليه مولانا أسباب أي حاجة جاتكم في الراس، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مكنا معناها أعطيناه إمكانيات اللي يقدر يصرف بها أي أمور ديالو اللي بغاها، حيت ذو القرنين ما سخرش هاد الشيء إلا في طاعة الله عز وجل. فتقدروا تسألوا واش ذو القرنين هي سميتو الحقيقية؟ صراحة ما كاينش شي مرجع كيشرح سبب التسمية من غير بعض الروايات، والله أعلم اللي كتقول بلي أنه كان تيدير شي زوج قرون في راسو، وكاين اللي تيقول أيضا بلي أنه حيتاش الأرض كيف تيقولوا من قرنها إلى قرنها، والله أعلم. المهم هذا هو اللقب ديالو، فمن القصص ديالو قصته مع يأجوج ومأجوج، القوم الذين لا يفقهون قوله، واللي كان عصرهم. ودابا خلينا ندخلوا في قصة حلقتنا اليوم، ركزوا معايا وحلوا معايا وديناتكم وشاركوا هذه القصة مع وليداتكم. بسم الله. في الأدلة الصحيحة يقال بأنه يأجوج ومأجوج هو من ذرية آدم عليه السلام. يأجوج ومأجوج من البشر، ماشي من المخلوقات الغريبة، ماشي من الحيوانات وماشي من الجن، فقط الشكل ديالهم كان مختلف. نزيدكم يقال ايضا بلي انه من قبيلتان من ولد يافث، ويافث هذا هو ابن النبي نوح، ولكن كانت عندهم سطوه وجبروت. وصفهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بصغار العيون، زلف الانوف، زعما مسطحه وكبيره، عراد الوجوه، وكأن وجوههم مجان مطرقة، زعما كثيرة اللحم والغلظة، وعندهم فساد لا يعلم به إلا الله، يعني شي حاجة خيالية. فوضح لنا القرآن الكريم بعضا من صفات يأجوج ومأجوج في آياته، حيث إن قومهما كانوا ظالمين وفاسدين وأصحاب قوة وأموال، وما كيقوى عليهم حتى شي حد على أنهم يصدهم على الظلم، ولكن بإرادة من الله سبحانه وتعالى جاء الملك العادل ذو القرنين اللي قلت لكم شكون هو في الأول، باش أنه يخلص الناس من ظلم يأجوج ومأجوج، وربي غادي يسخر كل قوة والأسباب باش أنه ذو القرنين يبني سد من أعظم السدود في العالم، وهذا السد كان بين جبلين، سد اللي غادي يكون حائل بينهم وبين قومه. قوم ذو القرنين ضد قوم يأجوج ومأجوج اللي كان العدد ديالهم رهيب وفوق ما كتصوروا. فهذا السد تبنى من الحديد والنحاس المذاب اللي غيدفع به بلاء يأجوج ومأجوج من الناس، واللي غادي يحبس فيه هاد الأمة المفسدة، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. داكشي باش حبسهم تما. أيضا غادي تسألوا سي نورمال بسبب تسميتهم بيأجوج ومأجوج، قيل أنهم الأجاج، ومعنى الأجاج هو الماء الشديد الملوحة، والله أعلم. فجاء ذكر قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم في سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟
قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ما تصدموش ولكن يأجوج ومأجوج باقين موجودين على الأرض ليومنا هذا ومحبوسين في شي مكان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والعدد ديالهم كيف قلت لكم راه خيالي. ولكن سبحان الله تقدروا تسألوا أنه اليوم وصلنا لواحد تكنولوجيا خطيرة وعلم جد متقدم وزيد وزيد وزيد، ولكن تخيلوا تحد ما قدر باش انه يكتشف المكان تاع يأجوج ومأجوج. الله يخليكم، اذا كان شي حد غادي يقول لي في التعاليق بلي انه هذه غير قصة وبلي هادشي ما كاينش خرافة، احنا هنا راه ما كنتفلاوش وكنعطيو ادلة شرعية، واذا بيان سور نفيتي او نكرتي هذا الكلام فراك دخلتي بالشرك. المهم هذا القوم غادي يخرجوا وغادي يشوفوهم الناس وغادي يهلكهم مولانا، ولكن في اخر الزمان. نتحدثوا واحد شويه على الخروج ديالهم، هو احد علامات قرب قيام الساعه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. باش نزيد نبسط لكم اكثر الايه، فسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام دخل على احدى الزوجات ديالو زينب ابن جحش وقال لها: ويل للعرب من شر قد اقترب. فهاد اللحظه ما دواش على البشر ولا على المخلوقات، ولكن ويل للعرب، لكل عربي من الشر اللي اقترب. هو يقول لها بانه تفتح من سد يأجوج ومأجوج اليوم هكذا، ورب اصبعيه السبابه والابهام عليه الصلاه والسلام. يعني في العهد ديالو تفتح واحد المكان صغير من هذا السد، وقال لسيدتنا زينب رضي الله عنها: وهل نهلك وفينا الصالحين وفينا العابدين وفينا المخلصين وفينا المتصدقين وفينا الصائمين والراكعين والساجدين؟ قال: نعم وفينا الصالحين، ولكن بشرط إذا كثر الخبث في المسلمين والعرب غيتهلك كاع الناس. فتخيلوا معايا من أيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأجوج ومأجوج كيحفروا كل نهار في هذا السد، السد اللي بناه ذو القرنين. فلما غادي يخرج قوم يأجوج ومأجوج على الناس عاثوا في الأرض فسادا وخرابا عظيما، وتخيلوا ما غادي يسلم منهم حتى حد وغيفسدوا كل شيء وما غادي يخليوا حتى شي قنت. هذا القوم هو فتنة من عند مولانا واختبار للبشر، شكون اللي غادي يصبر، شكون اللي غيتحمل، شكون اللي غادي يسلم، وشكون اللي غادي يواجههم. ذو القرنين انا ذاك حذرهم، حذر الناس بلي انه غادي يجي واحد النهار وهذاك السور اللي بناه ما غاديش ينفع، غادي يجي نهار اللي فيه هاد القوم غادي ينتشروا. جا في بعض الاحاديث بلي قوم يأجوج ومأجوج كل نهار كيحفروا في هذاك السد حتى كتبين فيه واحد الحفره، وكيوصلوا لمرحله باش انهم يهدموا فيها هاد السور، وعاوتاني من بعد كيقولوا لبعضياتهم اجي نمشيو نرتاحوا ونكملوا النهار اللي من بعده. ولكن كون فعلا نضوا كملوا لغت ليه كون شحال هادي خرجوا، ولكن حيتاش ما تيقولوش ان شاء الله لما كيفيقوا كيلقاو داك السور كيف كان في الاول باقي صحيح. تو سامبلومون نحتاج مولانا مازال ما عطاش الاذن ديالو باش يتهدم هذاك السور، فالنهار اللي غادي يعطيه هذاك الاذن ديالو غادي يخلي داك السور مساوي مع الارض. وبيان سور ديك الوقيته غادي يكونوا قالوا ان شاء الله ويلقاو الفتحه كيف ما كانت ويكملوها حتى غادي يهدموه. ففوقاش غادي يخرج هذا القوم وشنو غادي يوقع؟ كيف قلنا في الاول بلي انه غادي يخرج هذا القوم في اخر الزمان، ولكن قبل ما غادي يخرجوا غيبانوا علامات اللي هما وجود المهدي، خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام، وغادي يقتل الدجال حيت هو الوحيد اللي يقدر يقتلو، وغيتفتح بيت المقدس وغادي تتحرر فلسطين وينتصروا اهل الايمان. ايوا وغادي يفرحوا وينشطوا، وفي وسط الفرحه ديالهم غادي يذم مولانا ليأجوج ومأجوج باش انهم يخرجوا، غينطلقوا في الارض وغادي يشربوا من كاع الانهار وغادي ينشفوهم ويقتلوا اي واحد بان ليهم، وغادي يخربوا الديور ويخربوا اي بلاصه. وفي ديك الوقيته غادي يتزامن مع وجودهم مع سيدنا عيسى عليه السلام اللي غادي يكون مع اهل الايمان، وغادي يقول ليه مولانا: يا عيسى راني خرجت ناس حتى حد ما غادي يقدر يقتلهم وحتى انت ما غاديش تقدر. غادي يقول سيدنا عيسى لمولانا: وشنو غادي نديرو؟ غادي يقول ليه: اهرب انت وعبادي المؤمنين لواحد الجبل سميتو الطور. في هذا الوقت يأجوج ومأجوج غيتجهوا لجزيرة العرب، علاش؟ حيتاش ارض مباركة وتم مهبط الانبياء. بسم الله الرحمن الرحيم: فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. لما غادي اذن لهم مولانا غادي تخلطوا مع الناس اللي في غادي يقتلوا كاع البشر وينتقلوا من بلد لبلد، وسيدنا عيسى غادي يكون مع المؤمنين في جبل طور، ما عندهم لا مؤونه ولا شراب من غير انهم هزين كفوفهم لمولانا يستغيثون به وكيطلبوا
باش انه يخلص هاد الارض من هاد القوم الذي يفوق الملايير. سيدنا عيسى غادي يطلب من صحابه شكون يقدر ينزل الارض ويكون خير عليها ويكون رفيق في الجنة، من اجل انه باش يتأكد واش باقي هاد القوم في الارض او لا مولانا صافي استجب لهم الدعاء وقضى عليهم. تخيلوا كل شي خايف وكل شي سكت، الى ان ناض واحد الرجل فيهم وهو خير الناس في ذاك الزمان، غادي يقول سيدنا عيسى انا اللي غادي ننزل. فعلا غادي ينزل من جبل طور، وعرفتوا شنو لقى؟ غادي يلقى يا سادة يا كرام بلي ان يأجوج ومأجوج نزل عليهم مولانا جند من الجنود ديالو، ما تخيلوش شنو سلط عليهم. غادي يسلط عليهم نخفا في رقابهم فيموتون موتة واحدة في الحال او كنفس واحدة في ديك الساعة، يعني غادي يموتوا كنفس واحدة ديك الساعة كاملة، ما يموتوا ماشي واحد بواحد بواحد، كل شيء يموت دقة واحدة. واشنا هو هاد النغف اللي سلطوا عليهم مولانا؟ هو دود اللي تيكون طويل تيكون في النيف ديال الإبل، وهاد الدود كيجيب الأمراض. فهاد الرجل لما هبط لقى الأرض عامرة بالجثث ديالهم، غادي يمشي عند سيدنا عيسى ويبشروا كل شيء، غادي يفرح وغادي ينزلوا الأرض مرة أخرى، ولكن غادي يلقاوها عامرة بالجثث ديالهم وريحتهم عطات. وكيف قلت لكم لأنهم كان العدد ديالهم خيالي. في هذا الوقت سيدنا عيسى غادي يهز يديه للسماء وغادي يطلب مولانا باش أنه يتهنوا من دوك الجثث ومن ديك الريحة وداك العفن. ويا سبحان الله، مولانا غادي يصيفط واحد الطيور اللي غادي تحيد الجثث وترميها في البحر، ومن بعدها غادي ينزل الشتاء اللي غادي تطفي ديك العفن أو اللي غادي تغسل الأرض كلها وترجع البركة من جديد والدنيا تخضر من جديد. وهذه هي كانت قصة حلقتنا اليوم، ويا لها من قصة أخرى يمتوا بها. وإذا وصلتوا حتى لهذا المقطع بغيت نقول لكم شكرا، أولا حيتاش خليتوني نعرف أشنا هو جبل طور وشنا هي قصته، وخليتوني نعرف شنا هو قصة ذو القرنين، ونعرف قصة يأجوج ومأجوج حيتاش ديما كنقراهم في القرآن، والله يسمح لي كندوز عليهم دوزان تاع مرور الكرام وما كنتوقفش فيهم وما كنبحثش فيهم. فحتى نتوما بدوركم ما كراتش انكم ما تخليوش هاد القصه توقف عندكم، تشاركوها مع وليداتكم مع عائلاتكم ومع صحابكم لكي تعم الفائده. واذا جات على خاطركم انكم ما تنسوش باش تدعموا القناه ديالكم، انكم تضغطوا على زر الاعجاب، واذا مازال ما انضميتيش للعائله فكنقول لك مرحبا بك والف مرحبا، اجي انضم لينا. واذا كنتي من اهل الدار فدائما الدار دارك. يا متابعين يا كرام، نتلقى قريبا في حلقة جديدة إن شاء الله.